احتفلت منظمة بلان العالمية بالشراكة مع وزارة الصحة بشمال كردفان باليوم العالمي للبنت بمشاركة المنظمات المهتمة بشأن البنات، واشتمل الاحتفال على نقاش مفتوح حول قضايا البنات وحقوقهن في الصحة والتعليم والدور الذي تطلع به المنظمات الداعمة في مساعدة الجهات المختصة لخدمة قضايا البنت. واشتمل الاحتفال على تنصيب رمزي لإحدى الطالبات وزيرة للصحة لمدة محددة اعترافا بدور البنات في المجتمع. وقال وزير الصحة بالولاية عبد الله حسين فكي إن حكومة الولاية تولي اهتماما خاصا لقضايا البنات والمشكلات التي تواجهن، فقد تمت إجازة قانون الولاية لمنع ختان الإناث وتجريم ممارسته، إضافة للتوسع في مدارس البنات وفك المدارس المختلطة. وأشاد بالدور الكبير الذي تلعبه منظمة بلان العالمية في توعية المجتمع بقضايا البنات وحفظ حقوقهن ومحاربة العادات الضارة وسط المجتمع. اليوم نحن سعداء بالاحتفال بيوم البنت، وهو يوم لتمكين البنت ويوم لتمكين المرأة. ونحن في السودان الحمد لله خطينا خطوات كبيرة جدا في هذا المجال. نحيي البنت كأم، نحييها كأخت، نحييها كبنت، ونحييها كطالبة، ونحييها كوزيرة. واليوم عملنا نموذج تمثيلي في تمكين المرأة، وأنه تتقلد واحدة من طالبات الطب وزيرة للفترة دي. نحن نشكر شركة منظمة بلان سودان لهذه الشراكة وبقية المنظمات المشاركة معنا، وإن شاء الله نكون عون وسند للمرأة. من جهتها، أكدت مديرة منظمة بلان العالمية قطاع كردفان إيمان إبراهيم مواصلة المنظمة دعمها لبرامج التخلي عن ختان الإناث ونشر التوعية بحقوق البنت في المجتمعات التي تعمل بها المنظمة، وأشارت إلى أن الاحتفال يمثل اعترافا بدور البنات في المجتمع كأمهات للمستقبل، وتقتضي الضرورة توعيتهن وإعدادهن لتحمل المسؤولية في المستقبل. نحن على يقين تام بأن شابات ولاية شمال كردفان هن على قدر المسؤولية، ويمكنهن إذا اتيحت لهن الفرصة أن يقدمن الكثير الكثير في الأمور التي تعزز حقوقهن. ففي هذا اليوم وبشراكة مع السيد وزير الصحة بولاية شمال كردفان، تم تنصيب ابنة شابة من ولاية شمال كردفان رواسي رحمة لتشغل منصب وزير الصحة لمدة ساعة، شاكرين له هذا التعاون والتشارك من أجل تعزيز حقوق الأطفال. ومعا نقول أن عقولنا وقلوبنا معا للشباب والأطفال في ولاية شمال كردفان.